شوفوا الشاي الثاني، استغفر الله. شايفين؟ لا اله الا الله. شعر، شوفوا مربوط هنا قطعة ثانية شعر. لا اله الا الله، استغفر الله. شوفوا والعياذ بالله، الى الحين الحاجات اللي انا لقيتها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحاجات الملامس واسامي ومدري ايش، اوراق صغيره اوراق كبيره، والعياذ بالله. شوفوا كل هذا موجود، اعوذ بالله، المربوطات موجوده تحت الحبر في جبل الرحمه وتحت الصخور. يا حجي حجي شوفوا، اوكي يلا يا حاج، يلا يا حاج. تشرح عبد الله خبري، اشرح هذه شعر. هذا الشعر، شوف هذا الشعر، هذا مو شعر هذا شعر خاتم. شوف كيف شباب انتوا كذا يا عيال، في وقف وقف يا عبد الله، في هنا عقده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، اهلا وسهلا بكم في الحقيقه مع سيف. تحياتي لكم جميعا. يمكن اللي انتوا شفتوه دلوقتي دوت جزء صغير من اللي احنا هنعرضه. اللي انتوا شفتوه دوت حاجه كده لا يصدقها عقل اصلا، حتى لو اي حد جه قال لك ان في اعمال سحر الناس بتحطها على شعائر من شعائر المسلمين في جبل عرفة، انك لا يمكن تصدقه، ولكن انت شايفها دلوقتي قصادك، ان مجموعة من الناس او مجموعة او اسرة كاملة زي ما انتم شايفينها دلوقتي بتقدر ان هي تحط اعمال في جبل عرفة. وما قفر سليمان ولكن الشياطين قفروا. اللي احنا نقدر نقوله اللي انتم شايفينه دول ابناء الدجال واحفاد الشياطين، ان هم يقدروا ينجسوا اماكن زي كده ويرموا بيها اعمال، ان دي اعمال كفر، اعمال كفر بينة، وده حاجة لا يمكن. يمكن اللي انتوا شايفينه برضو يمكن ده حدث، يمكن ده اول حدث من نوعه من ساعة لما ربنا انزل فريضة الحج على المسلمين. زي ما انتوا شايفين في الصورة دلوقتي اهو، هو بيفتح الشنطة السوداء اهو زي ما انتوا شايفين اهو، وبتقول له هات بقى، بتصور سيلفي، بتصور الحدث اللي هي بتعمله، وبيناولها الحاجات، وعاملين عقده اهو، عاملين عقده بشنيطه، حاجه كده لا يمكن. انك انا مش صراحه واقف عندها مذبهل جدا، مذبهل مش مهم، انا واقف عندها بفكر ايه اللي انت بتعمليه. الانسان الطبيعي بيروح يذكر ربنا عشان ربنا يغفر له، ولكن انت عارفه ان ده شرك، عارفه ان ده كفر، ورايحه تعملي الكلام ده. انتوا ناس يعني في ضلال، انتوا ناس في ضلال، لا يمكن، انتوا ناس مضلله ومضلله. فربنا يحفظكم جميعا، فربنا يحفظكم جميعا. طبعا اخواتنا السعوديين لما طبعا طلعوا ينظفوا بقى الاماكن مكان الحجاج، طبعا زي ما انتوا شايفين لقوا كل الكلام ده، لقوا الضفيره عليها اعمال سحر، لقوا بصوا ورق زي كده برضو في اعمال سحر. حتى لا يمكن ان الانسان، حتى اعتقد ان هم كانوا واقفين مستغربين اللي بيحصل ده، مش عارفين هم يعملوا ايه. حاجه لا يمكن، لا يمكن ان هي تتصدق. فربنا يحفظكم من كل شر ومكروه، ويحفظ المسلمين جميعا يا رب العالمين من كل شر ومكروه، لان الواحد مش عارف ايه وجه الاستفاده اللي هي الصراحه استفادته في العمل اللي هي عملته ده. ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين جميعا، ويحفظ شعائرنا ويحفظ اماكننا المقدسه من كل شر ومن كل تدنيس ومن كل معتدي ومن كل غاصب. وربنا يحفظ المملكة ويحفظ شعبها بإذن الله. تحياتي ليكم جميعا، واشوفكم بألف خير.